والحته دي على طول بتاعت المعلومه هتاخدنا على ليه كل الاجابات بتاعت الاسئله اللي طرحها الجنرال. مين جاب الناس دي هنا؟ مين سمح لهم بالدخول؟ ليه ما تمش الفصل ما بينهم؟ انا عايز اوجه اول كلمه لشباب مصر الواعي ان انا في مرحله دقيقه جدا لان يوم 25 كان يوم حركة الشباب وكان لهم مطالب ومطالبهم مشروعة ومقبولة وتم دراستها وتم الالتقاء مع بعض عناصرهم الذين قدموا هذه المطالب وتم دراسة هذه المطالب للاستجابة لها. ولكن للأسف الشديد اندس بين هذه العناصر الشريفة بعض العناصر الأخرى التي لها أجندات خاصة قد تكون مرتبطة بأجندات خارجية أو أغراض خاصة داخلية. لم تكن حركة 25 يناير حركة تدميرية أو تخريبية، ولكنها كانت حركة مطالب. تم دراسة كيف يمكن تلبية هذه المطالب بحيث تلبي كل احتياجات الوطن. وكان ممكن ايضا ان احنا نقبل مطالب اخرى، ممكن ايضا نعمل في الاصلاح السياسي مطالب اخرى، ولكن الزمن هو الذي يربطنا. ان انتخابات الرئاسة سوف تجرى في شهر اغسطس أو سبتمبر، مش هتتأخر عن هذا التوقيت. أي أن احنا من الآن وحتى إجراء الانتخابات لدينا فقط أقل من 200 يوم، وهيحتاج فيها إلى تعديلات كثيرة جدا تحتاج إلى وقت. الشباب كان بيطالب في إلغاء مجلس الشعب ومجلس الشورى. معنى هذا انه لن نستطيع ان ننظر في موضوع التعديلات الدستوريه. لابد ان يكون هناك برلمان حتى يمكن النظر في التعديلات الدستوريه. فلابد من حساب الزمن. كيف سنصل الى هذا التوقيت بطريقه دستوريه وشرعيه؟ ولكن لابد ان ننظر الى من سيقود مصر في المستقبل. من سيقود مصر خلال 6 سنوات القادمه؟ مش الشخص مين؟ من هو؟ يمثل من؟ كل الناس تبقى حاسه ان بالفعل مطمئنين الى مستقبل القائد الذي سياتي الى كرسي الرئاسه. الأهم من ده كله، ده أنا بلتقي بيه ممثلين للشباب اللي هم كانوا النواة لهذا الحدث الكبير الذي حدث في مصر. لابد من محاسبة الذين تسببوا في هذه الأزمة التي تمر بها جمهورية مصر. ودي أيضا لابد من الحكومة أن تأخذ من الإجراءات التحقيق الفوري لما
من تسبب في هذه الأزمة. وكل من سوف يثبت عليه تقصيره أو اتهامه في هذه الأفعال سوف يحاسب حسابا عظيما. لا التزام من الدولة، كلهم متفقون على هدف واحد وهو الإصلاح، أن الإصلاح قادم وأن الإصلاح سوف يكون حقيقة والتزام. وليه بقى نفهم تم ما تم ورحنا فين وجينا منين والترمخة على قضية قتل المتظاهرين والتسويف في امر مش عارف ده مرتضى منصور، لا ده احمد عز، لا ده مش عارف جرانة، لا ده نخنوخ، لا ده مخمو، كل ده في الاوانطة. الاجابات في الكلام اللي قاله البلتاجي، في الكلام اللي قاله البلتاجي. نيجي بقى نقف، هو مين اللي هو عبد الفتاح ده؟ مخابرات. اولا لواء، يبقى لابس زي عسكري او قدم نفسه بان هو لواء، يا لابس الزي العسكري وده في الغالب كده، او انه قدم نفسه بان هو لواء. هل المنطقي ان في رجال المخابرات العامة حد منهم هينزل الميدان ويقدم نفسه بهذه الصيغة، ولا ده هنا هيبقى من المسؤولين عن تأمين البلد وفق التكليف اللي قاله مبارك بنزول القوات المسلحة في يوم 28 جمعة الغضب وحفظ الامن وحظر التجوال والكلام ده كله؟ يبقى اكيد القوات المسلحة، حد من القوات المسلحة. ومخابرات يبقى المخابرات الحربية. وبالتالي نقدر على طول كده نفهم ان الاجابة بتقول ان هو عبد الفتاح السيسي رئيس او مدير ادارة المخابرات الحربية، احد اعضاء المجلس العسكري يناير 2011. دي امر واضح ومن يوميها. وهنا في نقطة لازم نقولها، اللقاء اللي شفناه دلوقتي ده كان يوم 10 مارس 2011، او يعني في الاجواء دي، ممكن قبل يوم بعد يوم، انا حسب الذاكره يعني. الغريب والعجيب ان احنا اللقاء ده والكلام ده تحديدا لم يرد عليه لا بشكل رسمي من القوات المسلحه، ولا عن طريق الاعلام، ولا حتى عن طريق السوشيال ميديا والاعلام الالكتروني هناك اي تعرض لهذا الامر وهذا الكلام او مناقشته او الرد عليه بأي صورة من الصور. وبالتالي ده يعطيه المصداقية، ده يعطيه المصداقية، لأنه لو كان البلتاجي يدعي كذبا وزورا كان هناك آلاف الألسنة الرسمية وغير الرسمية اللي هترد لأجل تبرئة القوات المسلحة ولأجل تبرئة اللواء عبد الفتاح. عمر عفيفي واحد من كلاب المال تشتريه بربع جنيه من يوم ما عمل الكتاب بتاعه عشان ما تتضربش على قفاك، وطبعه له الاخوان على حسابهم لاجل ما يكسبوا بونت على حسني مبارك بان هم معاهم ضابط شرطة ومتمرد على النظام والكلام ده كله. يعني اصبح معروف للجميع ان هذا الشخص مرتزق وحثالة ولا مبدأ لديه. وانا قبل ما اناقش اي حاجه تخص عمر عفيفي، انا بقول بطرح سؤال عايز الناس تجاوبني عليه. يعني عمر عفيفي ده احنا سمعنا عنه ما في الخمر، قيل عنه وفيه ما في الخمر من 2011 ل 2015 2016 الى ان ماتت سيرته ومات نشاطه، لم يعد له اي نشاط يذكر. وكأن الاهداف التي قام لها عمر عفيفي وثار وهاج وماج قد تحققت ونال ما يرضيه عنها. وكأن كل ما سمعناه عن عمر عفيفي من انه جاسوس وعامل وخائن ومرتزق وهو كذلك، من انه انا نبرئه، سقط في غيابات الجوب. ما فيش حد يتكلم عن عمر عفيفي، ولا هنجيبه ولا هنعمل فيه ولا هنسوي ولا هنحبسه ولا اي حاجة خالص، على الرغم ان عمر عفيفي كان يقود غرفة الكترونية لتوجيه اللي احنا شفناهم بيقتحموا التلفزيون.
باعترافه باعترافه. وللاسف انا كان معايا تسجيلات صوتيه له في اداره الغرفه دي فقدتها، لكن معايا لقاءات له هنشوفها وهو مع باسل الموسف وبيتكلم في حاجه اشبه بكده، وايضا مع والي الابراشي وبيتكلم في حاجه اشبه بكده، وان هو بيقود غرفه الكترونيه. وطبعا هنشوف في الغرفه الالكترونيه دي مش جهاز ولا اتنين ولا ثلاثه، احنا هنشوف يعني كنترول روم، كنترول روم. وهو هيقول كلام خطير ومهم يدينه ادانه كبرى وعظمى. فمين اللي كان بينسق مع عمر عفيفي؟ مين المهندس من ورا ده كله؟ ليه تم التغاضي عن عمر عفيفي؟ ليه سكت عمر عفيفي دلوقتي وبطل يظهر على المشهد؟ اجابات يعني لا املكها، لكن هسيبها لحضراتكم بعد ما تشوفوا المقطع اللي احنا هنشوفه. سمعني سمعني. طيب الغرفة تقلب منشات وحكايات وروايات لغرفة اصدار تعليمات للناس الموجودة على الارض، علشان في ناس مزنوقة في حتت وفي ناس عندها قوة. لان وقتي كلامي واضح، اللي يعرف يتصل بالنادي التحرير، لان قاد المظاهرات ابتدوا يقطعوا عنهم التليفونات. الانسحاب من ميدان التحرير، الانسحاب من ميدان التحرير، والتوجه بكل الحشد ده على مبنى التلفزيون، ويتم اقتحامه، يتم اقتحامه من باب في بابين للجراج من ورا وفي بابين للمخازن، لكن ما يخشوش من قدام. مبنى التلفزيون هيفرق كتير جدا، هيطلع اضعاف الاعداد اللي موجوده في الشارع من خلال التلفزيون. ويطلعوا هسأل ثانية واحدة. ايه التهديد ده؟ فين عمر عفيفي؟ عمر عمر انت فين يا عمر؟ دي بقى غرفة العمليات. والله عايز اسميها غرفة عمليات ماشي، غرفة غسيل ماشي، غرفة اي حاجة ماشي. لا بس انت عندك يعني شغل كبير، وعندك انت اتنين كمبيوتر وعندك ميكروفون. لا عندي تلاتة اربعة كمبيوتر، يعني عندك واحد اتنين تلاتة اربعة. انت ممكن تتحكم في العالم بالكلام ده؟ اه قول لي بقى انت بتعمل ايه؟ وانت اكيد العالم بسيط جدا. هو طبعا وانا نفسي بقى كل مصري او كل قائد مجموعه او كل مجموعات مصر يعرفوا يعملوا غرفه العمليات البسيطه جدا من خلال كمبيوتر 2 3 4. كلنا بقى عندنا غرف عمليات وقاعدين في اوضنا ونتحكم في المجموعات بتاعتنا. لا ما هو برضه حضرتك بص كنت فاكر الموضوع اسهل من كده بكتير. لا ده هو اسهل بكتير. هو في ناس فاهمه ان المساله انه ينزل ميدان التحرير. ميدان التحرير ده شيء عظيم جدا، لكن لابد ان يكون ورا ميدان التحرير ده حاجه، يعني ما تبقاش المساله عشوائيه. انزل اهتف انزل اهتف حاجة. يسقط حكم العسكر وبعدين اروح. انت عايز حاجه تحرك الموضوع ده؟ لا اي حاجه في الدنيا لازم يكون ليها منظومه، والا تبقى عشوائيه. ايه المنظومه بتاعتك؟ المنظومه هي اكمال الثوره. اكمال الثوره، عيش، حريه، عداله اجتماعيه. تمام. فكلنا كل واحد بيعرف يعمل اللي بيعرف يعمله، زيك انت مثلا. طب ما انت كان ليك يد في الثوره. في حاجات كتير قوي هتشوفوها وهتعرفوها في مكان المظاهرات جديدة لك، ده هيعرفوا يصدوا معاها ولا يردوا معاها. طب يا بنجيب علبة سبراي اسود عشان نوصلها على بريد العربيات المدرعة بتاعتها عشان نعملهم كل العربيات، هنخليكم مدرعاتكم عامية إن شاء الله يوم الجمعة، لإذا فكرتوا تجيبوها. ويكون لابس تيل، ويا ريت يكون لابس جاكيت جلد. بس وضح لي كده انت عايز مسمي لي دي غرفة عمليات. انت بتقول في اتصالات، بتعمل في اتصالات مع مجموعات مختلفة داخل في الأحياء الشعبية وفي كل
مناطق مصر ومسمي لي مجموعات. شايف حتى كاتب لي مجموعات كده انت لا مجموعات محمد سليم مجموعات 62 ودينا في داهيه بقى. بس انا بقول المجموعات موجوده على الارض. هذه المجموعات انا ماليش قياده عليها. يعني عايز افهم عايز اعرف المجموعات. هذه المجموعات موجوده اكثر من 150 مجموعه بتتراوح فيها مجموعات فيها 1000 فيها 500 فيها 200 في مجموعات فيها 15 فيها مجموعات فيها 20 على مستوى القاهره والجيزه واسكندريه والسويس والمنصورة والشرقية وفي كل مكان. وقلت لهم تخيلوا ان انا ممكن اهد مصر ب 2 مليار جنيه. فهم استغربوا قوي. قلت لهم ادي باكيتة و 20 جنيه وشريط رمادول لمئة ألف انسان ظروفه صعبة. ظروفه ايه يا دكتور مصطفى؟ هنزله يعمل حالة بكام؟ لو انا مش هدي لهم بقى 20، الدنيا غليت، هدي له 1000 جنيه. اي استراتيجية بيبقى ليها خطة عمل. كلنا استفدنا خلال الثلاث سنين في خطة العمل وآليات تنفيذها وأدوات تنفيذ. يعني اللي حصل على الأرض إيه الاستراتيجية اللي حركت ده؟ طب الناس دي ليس عايزة تقسمنا؟ إحنا أثبتنا المؤامرة، أثبتنا إن في خطط، أثبتنا إن في توصيات. واحد زي برنارد لويس هل بيتحرك بدافع حد بيدفع له فلوس بيقول له اعمل كده؟ ريتشارد بيرل لما عمل الباور بوينت برزنتيشن قدام البنتاجون وقال ان الكي اس اي ان السعوديه هتبقى البيفوت وان مصر هي الجراند برايز او الجائزه الكبرى، كان بيعمل كده ليه؟ كل ده احنا عارفين. احنا ساعات بنقدمها احنا انها دي مصالح وغاز وبترول ده اللي انا فكرت فيه لغايه ما جت الليد بتاعه البلاك وود اللي هو ممكن نعمل هم فرسان المعبد فيما سبق. ترجع لفرسان المعبد وهنخش بقى في الجمعيات الخيريه لان احد الاليات وادوات تنفيذ حروب الجيل الرابع ان انا انت بقى عشان تتقدم ببلاغ كمحامي بلاغ كده وخلاص ولا عندك ادله ومستندات وفيديوهات ايه مضمون الادوات اللي انت مقدمها؟ من ضمن الادوات دي كان في بلاغ رقمه 2882 لسنه 2011 ده كان اتقدم عند النائب العام من احد المواطنين قال فيه ان هو شاهد 6 أشخاص اجانب بيعتلوا اسطح عمارات وبيطلقوا رصاص على الشرطه وعلى متظاهرين. ده نفس الفكره اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده. للأسف كان في ناس بيعترضوا وفوجئنا ان هم اليومين دول بيهللوا للفكره لما قلنا ان كان في عنصر ما كان بيحاول الايقاع بالشرطه المصريه وبين اللي كانوا متظاهرين او اللي كان مضحوك عليهم ونازلين في 25. طب انت عندك ما يثبت ده؟ انا اللي جبته. موجود. انت استاذه ايمان. ما هو انا حضرتك يعني بقى. ماري ثون باري في خضم الاحداث اللي حصلت في 18 يوم اللي كانوا بيقولوا انها سلميه حصل ان في مواطنه امريكيه عندها 76 سنه كانت محبوسه في لا كانت محبوسه في ميدان التحرير في شقتها في ميدان التحرير مش عارفه تخرج واستنجدت بالسفاره الامريكيه وكانت فضيحه اصلا عندهم في امريكا ان ازاي مواطنه امريكيه تتعرض لموقف صعب زي ده والسفاره ما تكونش موجوده لنجدتها. وابتدت الام اس ام بي سي القناه الامريكيه تعرض ان السفاره الامريكيه مقصره. ابنها فيليب ديريك ده عمل كذا مداخله مع الام اس ام بي سي ان مامتي وازاي حصلت فالام اس ام بي سي وقتها بعتت حد من بلاك ووترز كانوا هنا في 5 فبراير وده ثابت ازاي ان البلاك ووترز كان هنا 5 فبراير؟ قالت في فيديوهات وانا جبتها قالت كان بيسالها المسافه. ممكن نشوف الفيديو. I would rather not go into that just in case some repercussions could come upon the party. Can you tell me what it looked like outside your apartment when you got out, when you were walking through? What were you seeing? Oh, there was some debris, like rocks and so forth, and garbage outside my door in my little hall. And of course, we had to go down the flight of stairs. We couldn't use an elevator. And so I was able to see most of the places on the floor. There was some dry throat, but I do not believe anyone else was in the building. The tenant was in the building. It was not the my floor down. I got to the foyer, and of course, there were guys all over the floor sleeping, and there were rocks and garbage, and then, of course, the streets were
quite littered all the ways that I came. How far did you have to walk? Quite a distance for me. It wouldn't be for a young, stalwart gentleman. حقيقة أستاذة إيمان جبلنا فيديوهات كتير بالساعات دول. هي مش عايز تعترف يعني دي الست اللي كانت متحجزة. أنا اتفرجت بتاع أسبوع على كل الفيديوهات في الدنيا عشان أجيب بس كمان اسمها، لأن حتى التايتلز نازلة أم ذات 76 عاما. أنا مش عايزة تقول مين اللي أنقذ. هي مش عايزة تقول، مش عايزه تقول عشان الناس تفهم معانا كمان الموضوع. هي مش عايزه تقول، بتقول انا يعني مش عايزه اتطرق للجهه، وهو حتى قال المراسل قال undisclosed source يعني مصدر غير مصرح. مش مصرح ان هو يقول اسمه، وهي هو قال مش مصرح يكون اسمه، وهي كانت عايزه تنطق وبعدين قالت قالت يعني جنتلمان راحت طيب او يعني ناس لطيفه اوكي. لكن هو انت عرفتي منين ان هي تقصد هنا برده مامي حد من البلاك ووترز نزلت بوست على فيسبوك وقتها قالت ان ابني الام اس ام بي سي بعتوله موقع اسمه ترانس بس الشفافية ابني الام اس ام بي سي دفعت له فلوس عشان يخرج ماري ثونبرغ. ده هو البلاغ حضرتك ده شك اول في دعوه قضائيه اداري ان شاء الله هتترفع برده كمان دعوه لا بغلق لا ضد الحكومه هنا لازم تقفل. هي مفتوح عليه هو تاريخيا هي انشات او تم وجودها في مصر سنه 80 كان المفروض ان هي بتتكلم في او ان هم مهمتهم في مصر ده نقاط منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيريه والكلام اللي احنا بنسمعه ده، الا ان في 2008 ودي وفقا لشهاده اللواء عمر سليمان في عقيدة الرئيس مبارك بدا نشاطات لمنظمات المجتمع المدني وبما فيهم السفاره بدات نشاطات غريبه ليهم، فتم الاحتجاج الرسمي من خلال دكتوره فايزه ابو النجا وزيره التعاون الدولي في الوقت ده اضافه الى ان في شهاده اللواء عمر سليمان نفسه في جلسه الرئيس مبارك سمعناه انه اتكلم اكتر من مره ان في عناصر اجنبيه هدفها اشتعال الوضع. اسمك لواء اركان حرب متقاعد عمر عبد الرحمن سليمان، اخر وظيفه نائب رئيس جمهوريه. فيما يتعلق بالداخل هناك هيئه ضمن تشكيل الجهاز تتبادل مع الاجهزه الامنيه الاخرى المعلومات، وهي المسؤوله عن الحاله الداخليه، ولكن لها ثلاث مهام: حمايه الامن الداخلي ومقاومه الجاسوسيه والحفاظ على سريه المعلومات. في الشان المجتمعي كانت هناك عناصر مناهضه للنظام كانت تعمل من اجل اثاره الجماهير، ثم اعتبارا من عام 2005 كان هناك نشاط أجنبي مع منظمات غير حكومية متواجدة على الساحة المصرية تعمل أيضا لإصالة المجتمع ضد النظام، واعتبارا من عام 2005 كان هناك برنامج أمريكي يسمى الديمقراطية والحكم الرشيد وخصصت له أموال، وكان هناك اتفاق بين الحكومة الأمريكية أن يتم دفع هذه الأموال بالاتفاق مع الحكومة المصرية، ولكنهم خالفوا ذلك بمنح بعض هذه المنظمات دون اتفاق مع الحكومة المصرية، وتقدمنا بشكاوى كثيرة للجانب الأمريكي لكنه لم يلتفت إلى ذلك، وكانت هذه المنظمات تدرب عددا من الشباب للحشد والاحتجاج والعصيان المدني والتظاهرات وخلافه. هل رصد جهاز المخابرات العامة برئاسة سيادتكم أحداث ما قبل 25 يناير 2011 وما كان متوقعا أن يحدث بشأنها؟ اعتبارا من اكتوبر 2010 رصدنا عديدا من الاتصالات بين الحركات المعارضة وبعض الاتصالات من الخارج لهذه المجموعات، بالإضافة إلى توجيهها للحصول على دورات في إطار تدريبهم على الحشد والتجمعات ومواجهة الشرطة، وكانت هناك دورة في بولندا. وخلال يناير 2011 رصد الجهاز أيضا دورة أخرى في القاهرة 3 أيام لنفس الموضوع. ماذا كان متوقعا أن يحدث نتيجة لذلك؟ كان متوقعا من هذا أن هناك مظاهرات ستتم يوم 25 يناير. حين ورد للجهاز معلومات عن حدوث تظاهرات من الشعب يوم 25 يناير 2011، هل حددت تلك المعلومات أسبابها وفئات وحجم المتظاهرين وأماكنها؟ في متابعة الجهاز للفيسبوك تعرفنا على فئات المتظاهرين وهم معظمهم من حركة كفاية وستة إبريل وكلنا خالد سعيد، وهذه التظاهرات تعودنا عليها خلال السنوات السابقة. يوم 25 يناير 2011، كيف تم التعامل على وجه التحديد مع المتظاهرين المتجمعين سواء في القاهرة أو المحافظات الأخرى بمصر؟ طبقا لتجميع جهاز المخابرات فإن بالفعل كانت الشرطة تؤمن هذه المظاهرات حتى الساعة 8 مساء يوم 25 يناير 2011، وبعد ذلك في منتصف الليل تجمعت لدينا معلومة بأن هناك قرارا بفض ما تبقى من المتظاهرين بالوسائل السلمية. ماذا تعني بعبارة الوسائل السلمية؟
وكيف تم فض المتظاهرين بهذا؟ العصا والغازات والمصدات وخراطيم المياه معروف اتباعها لقوات فض الشغب التابعة لوزارة الداخلية. خلال متابعة سيادتكم للأحداث التي توالت فيما بعد يوم 25 يناير إلى يوم 28 من الشهر ذاته، كيف كان حال تلك التظاهرات وكيف تم رصدها والتعامل معها؟ جهاز المخابرات تابع يومي 26 و27 ولم تكن هناك أحداث جسيمة، ولكن في متابعتنا للنشاط الفلسطيني وجدنا أن هناك بعض الاتصالات بين حركة حماس والبدو في سيناء وخروج بعض المجموعات من خلال الأنفاق المتواجدة فيما بين غزة والحدود المصرية، وتم الاتصال بالبدو والاتفاق معهم على مدهم ببعض الأسلحة والزخائر في مقابل معاونتهم بالمساعدة على إخراج عناصرهم من السجون المصرية، وكان ذلك يوم 27 يناير. وبالفعل قام البدو بتهيئة المناخ لعملية التهريب بضرب نقطة الشيخ زويد ضربا عشوائيا في جميع المناطق بالأسلحة النارية في المنطقة المحيطة بالأنفاق حتى لا تقترب الشرطة أو قوات حرس الحدود، وتمت عمليات تهريب أسلحة ومفرقعات وألغام. وقامت كتائب عز الدين القسام في الاتجاه الآخر من الحدود المصرية بنشاط عسكري حتى لا تتدخل قوات حرس الحدود، وبذلك نجحت عملية تهريب أسلحة البدو وقيام البدو باصطحابهم إلى القاهرة للقيام بعملية اقتحام السجون المتواجد بها عناصر حماس، وشارك أيضا معهم عناصر في حدود 70 إلى 90 من حزب الله المتواجدين في قطاع غزة. ويوم 28 جزء منهم شوهد في ميدان التحرير، وآخرون كانوا موجودين ويستعدون لعملية الاقتحام مع عناصر أخرى من البدو لهم علاقة بهم من مهربين متواجدين في المناطق، وعلى وجه التحديد وادي النطرون. ده النشاط اللي كنا بنتابعه يوم 27 يناير. وأيضا جماعة الإخوان أنهم سوف يشاركون في هذه التظاهرات يوم 28 بعد صلاة الجمعة، وتحركت جموع كثيفة من كل أنحاء القاهرة، وكل من كان في جوامع قريبة من ميدان التحرير توجهوا مباشرة إلى ميدان التحرير في كثافة كبيرة جدا. وتابعنا ما حدث وكان تقديرنا صحيحا أن هذا العدد بالفعل بدأ يشتبك مع الشرطة ويقوم بعمل بعض الحرائق، كما بدأت عناصر إجرامية تقوم بالهجوم على أقسام الشرطة، وحتى منتصف ليل 28 ونجحت حماس وحزب الله في إخراج عناصرهم من السجون، وحدث كثيرا من الأحداث التي أدت إلى انكسار الشرطة وتخليهم عن واجباتهم أمام هذه الجموع الكثيفة التي لم نقدرها من قبل. وفي عصر يوم 28 علمنا أن وزير الداخلية السابق المتهم حبيب العدلي طلب من رئيس الجمهورية السابق المتهم الأول نزول الجيش لمساعدة الشرطة، وبالفعل بدأت القوات المسلحة في الانتشار اعتبارا من الساعة 6 مساء يوم 28 يناير، وتقريبا الشرطة كانت انسحبت وبتمشي والمظاهرات عارمة ومطالبها تتصاعد، ولأول مرة نسمع في هذه التظاهرات إسقاط النظام، وكان انكسار الشرطة بدأ من الساعة 5 مساء يوم 28 يناير.
ان مش هقول بقى عندي فرصه اقعد مع الناس العظيمه دي. خدت بالك مش قادر؟ ها اقول لك بقى وائل غنيم طلب استاذ خالد برماوي. استاذ خالد برماوي وائل غنيم طلب من عمرو بس طلب من حسام بدراوي يطلب من الرئيس يطلب من عمر سليمان يطلب من الامريكان انهم يتنحى والامريكان وافقوا لعمر سليمان وعمر سليمان وافق لمبارك ومبارك وافق لحسام وافق لوائل ووائل وافق عشان الشعب. وائل هيقول لنا الستيتمنت دلوقتي. قول يا نجم قول يا نجم عشان رئيس مصر رئيس مصر اللي جاي لو مصر ماشيه ديمقراطيه رئيس مصر جاي في 2011 هينتخب من على الفيسبوك ان شاء الله باذن الله. يعني اللي هيشتغل الرئيس اللي هيعمل الكامبين اللي هيعمل انجح كامبين على الفيسبوك هو اللي هينزل رئيس. طب انت ايه 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 قولي وانت مترقب قولي وانت مترقب كده. استاذ ايمن عباس منورنا من المجموعه الحلوه دي. وانا والله انا صور نفسي برضو صوره عشان ايه اقطع انا كمان. لا لا ما هو على فكره ممكن اطلب منك طلب ايبس جديد كده ناخد واحده جماعيه ممكن كده يا باشا معلش كده مجلس الثورة. لا انا 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 بصراحه انا مجلس ولا بتاع انا انا بضمن يعني بس يا قصاد فوق الاستقبال انا صفر ثواني وايد انزل شوية انزل تحت بالتصوير وهتسأل واحدة فيها خبيها عشان الثورة كانت ثورية عشان الثورة كانت ثورية عشان الثورة كانت ثورية. Do you believe in democracy? For sure, everybody believes in the democracy. So do you not? But when we will do that? When the people here will have the culture of democracy? What message do you have for the young people who are still standing and still in that Liberation Tahrir Square? We can say only go home. We cannot do more than that. We cannot push them by force. Everybody cannot push them by force. Everybody cannot push them by force. Everybody have to go home. We want to have normal life. We don't want anybody in the streets. Go to work. Bring back once again the tourists. Go to the normal life. Save the economy of the country. أيها المواطنون في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد والله الموفق والمستعان. نحن نقول أن الجيش المصري باجتماعه وبيانه هذا يؤكد على حمايته لمطالبات الشعب المصري التي أولها إقالة أو استقالة حسني مبارك ثم الجيش يشكل حكومة تحت إشرافه تتشكل حكومة وطنية قد يكون رئيسها أي شخصية وطنية عمر سليمان غير عمر سليمان أي شخص إحنا يعني لكنها تمثل الشعب المصري لتقود المرحلة الانتقالية بإخلاص وجد خلال فترة من 6 أشهر لسنة يعني برئاسة أحمد شفيق أحمد شفيق أحمد شفيق عملها تمت في سرية شديدة لم تتح الفرصة للرأي العام المصري انه يدير حوار وطني واسع حول هذه التعديلات انه ظهر في هذه التعديلات العديد من الثغرات ثغرات ثغرات اللي كان يجب ان اللجنة تحطها في اعتبارها قبل ما تطرح هذه المواد للاستفتاء ان الاستفتاء تم في عجالة في عجالة يوم 19 فما فيش فرصة للقوى السياسية نتناقش وقبل ده كله لازم نتفق على ان اللي تم يوم 25 ثوره والمصطفى اذا اتفقنا اللي تم يوم 25 ثوره شعبيه معنى ذلك ان الدستور السابق اتلغى وان احنا بنعمل دستور جديد والمجلس العسكري عمل اعلان دستوري بموجبه بيدير شؤون البلاد بموجب هذا التعديل. نعم لان التعديلات الدستوريه لم يكن مقصود بها دستور جديد. كان مقصود بها ضمانات نزاهة انتخابات وفقط لأن الدستور لا يسقط إلا بإنشاء دستور جديد. ما فيش حاجة اسمها دستور بيسقط فكرة اللجنة. لا أخير عشان بس وقت الجريمة نص دقيقة. هذه التعديلات التي أجرتها اللجنة
أجرتها على جدول تعديلات حسن مبارك تعديلات حسن مبارك تعديلات حسن مبارك قبل أن يصل. فتخطى غيرت اللجنة ولم تتغير المواد نفسها التي طلبها رئيس الجمهورية السابق، فلا يجوز لرئيس مخلوع ومطرود أن يحدد وسيلة الإصلاح التي نقيم بها نظاما ديمقراطيا جديدا. ما المصلحة في إننا نطرح تعديلات دستورية ما عليهاش وفاق وطني في هذه المرحلة اللي احنا انا بتفق مع الدكتور عصام محتاجين اننا ندعم الوفاق الوطني ننمي وفاقه. انا بس ايه المصلحة؟ هذه التعديلات الدستورية لم تأخذ وقتها من المناقشة، لم نستطع حتى الآن اننا نبني عليها وفاق وطني. طيب هذه ما نعرفش معلومات كافية عن باقي القوانين اللي هتطلع ولا مشاريعها أعلنها. طيب انا بشكركم شكرا جزيلا عصام محتاج يا استاذ الشعب المصري لا يقطع عليها سم قاتل. ما الاخوان يقولون لا 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 حتى ولو كان الجيش يريد شيئا يخالف الإسلام والمسلمين يا ابو جيش الكرار اما تم اما راح يا ابو جيش الكرار اما ينا واما راح كانت هذه غزوة اسمها غزوة الصناديق، وقد جعلنا بيننا وبينهم الصناديق، وقالت الصناديق للدين نعم. الإشاعات اللي ظهر مؤخرا خاصة بعد 30 يونيو أن اللواء عمر سليمان مازال حيا يرزق. والله في القرآن عندنا يحيى العظام وهي رميم، ربنا قادر على كل شيء لا تعليق، ربنا عنده قدرة وموجود ده في القرآن، مش حسين كمان اللي بيقوله أو أي حد بيقوله. لا هو احنا ما بنقولش ان هو توفى ثم هيصحى، لا هو بيقال ان هو ما ماتش أصلا. ما حدش يقدر يقول انت واثق انه مات. موضوع الثقة او عدم الثقة، شفته ميت ده ثقة او عدم الثقة لا تفرغ امال الناس وطموحاتهم، لانه اللي بيعمل الكلام اللي موجود على الفيسبوك ده امل. يعني هو شايف انه اللي هو عمر سليمان هو الامل او هو المنقذ لما تعانيه مصر الان من مشاكل، فما تقدرش تقبل عليه. طيب ما تقدرش يمنع مواطن ان هو يقول والله انا شفته، والله انا متاكد انه عايش، والله انا ما تقدرش تقول هذا الكلام، ما تقدرش تمنعه. واضح ان انا مش عارف اخد اجابه حاسمه من سيادتك. كلنا شايفين الصندوق الاسود قدامنا دلوقتي، والصندوق الاسود كل يوم بيطلع منه حاجات. إيه مش عارف ده؟ طبعا. وانا اقول امال انا ايه اللي طلعني يوم 25 وتنبأت ان الراجل ده هيمشي؟ انت طلعت باوامر من الجيش او من المخابرات؟ ما يعني شوف، موضوع اوامر من الجيش او من المخابرات هذان الجهازان لهم كل التقدير والاحترام، ولكن انا في الاول وفي الاخر مواطن مصري. أيوة. بشعر بما يشعر به المصريين وعايش بما يعانيه المصريين. ولكن مش كل مواطن مصري عنده الفرصة ان يعمل مؤتمر صحفي. يمكن انا اتيحت لي الفرصة ان انا اقدر اعمل كده، واحساسي الشخصي ان ممكن انا اكون يعني نوايا تسند هذا الشعب العظيم وتديله الحافز النفسي والمعنوي ان هو يبقى يوم 30 فعلا ينزل. طيب. فما ترددتش ان انا اعمل هذا الكلام. سيادتك شخص معروف لدى كبار رجال الدولة اللي بيحكمونا حاليا، يعني اللواء حسين كمال اسم معروف، ما كانش حد عارف ان انت هتطلع في يوم 25 يونيو. انا ما بحبش احرج حد.
اللي هو عمر سليمان كان في ابو ظبي، فبكلمه اقول له فانا ما ناخد اجازه بدون مرتب الاول. قال لي ليه؟ ما تخليك موجود. قلت له فانا مش هعرف اشتغل مع الناس دي، ازاي اشتغل مع الناس دي؟ قال لي لا لا يا خليك موجود حتى نبقى عارفين كده الدنيا فيها ايه يعني. انما انت ليه سبتني بقى انتظر الاربع ايام بحالهم يا مصطفى بيه؟ علشان اطمئن ان في امان وان مفيش حد وراك؟ ايوه ده انا كنت خلاص حضرت الشنطه عشان ده كان هيبقى غلط. غلط ازاي يا محسن بيه؟ ده كان فاضل 45 دقيقه ان شاء الله يكون فاضل دقيقه واحده، ان شاء الله يكون فاضل دقيقه واحده، ان شاء الله يكون فاضل دقيقه واحده. كان لازم تستنى لغايه ما تخلص وبعدين تحضر الشنطه. ومتى تنتهي هذه الكره؟ حين نعود ثانيا عبادا لله. فإن شئتم فأطيلوها وإن شئتم فقصروها. أنا اسمع دلوقتي هنشوف فيديو عشان يجيب لنا عن من هو صانع الإشاعة. هو حضرتك كنت مصدر هذه الشائعات يا فندم؟ اه طبعا. سيادة اللواء الرويني قائد المنطقة المركزية، الشخصيات الاعتبارية الموعودة ان هم يوصلوا لأدوارهم ويؤدوا أدوارهم النهائية بعدما بيؤدوا مرحلة كبيرة في محاربة أهل الشر، ان عصى الفرعون العائد من التابوت ولكن بالأساس الخلاص من هؤلاء المزروعين في جسد الدولة المصرية، لأن مؤسسة الدولة برضو جواها حراس العرين. الخطر دائما يتربص بها، لكنني عقابها الحارس. لحد ما الإخوان بيطرحوا أنفسهم في مجلس الشعب وخلاص خلص خلص مجلس الشعب وطرحوا أنفسهم للرئاسة.